المنتج ده هيطلع رقم في 30 سنه. فتعالى دلوقتي نشوف هو في ايه. لو جيت تفتح العقوبه هتلاقي فيها حاجه شبه المسكره بتاعت البنات وهتلاقي فيها مش تسريح. تعالى دلوقتي نجربه ونشوف نتيجته هتبقى عامله ازاي. المفروض ان القلم ده بقى بتفتحه وبعدها بتمشيه زي القلم اللي في الماستر كده. بعدها بتمشي في الفراغات دي. فهو المفروض بقى ان هو هيبقى ده يوم. طبعا انت بتحطه تحس ان الاستروجين بتاعك عالي فغالبا هتحتاج حوالين تيست بعدها نص فدورين. والله مش عز. مش عز. بس ايه رايك يا مصطفى في منتج زي ده ممكن تحطه؟ طبعا. طبعا لو انت رايح مناسبه او كده مثلا لو انت دقنك بتضايقك صح؟ معايا حقنة التست. حقنة التست دي اهم حاجه. طبعا هو عشان اول مره اعمله وبرضه ببص على كاميرا التليفون فهو مش مظبوط بس المفروض ان هو نتيجته بتكون عامله كده. والمفترض برضه ان الشركه بتقول انه مضاد للميه ومضاد للعرق. بس طبعا يعني الكلام ده هنختبره بعدين يعني. طبعا هو النتيجه بتاعته بقى المفروض ان انت بتقعد تحطها قدام المرايه تكون افضل وقعدها بتسرحها بالمشط اللي هو جاي دي. بس انا بصراحه هديله 3/10 يعني هو هي لو انت هتستخدمه حتى هيكون سيناريوهات محدوده لو انت مثلا رايح فرح او مناسبه وفعلا شكل الفراغات ده انك مضايقاك انما غير كده انا مش شايف ان هو ليه استخدام اساسي.